أجل فلاو. هذه الفتاة ظل الناس يظنون أنها سيلينا غوميز أكثر من 10 سنوات. هذه الفتاة ظل الناس يظنون أنها سيلينا غوميز أكثر من 10 سنوات. اسمها إريكا مونتاند، تبلغ من العمر 23 عاما، من المكسيك. تشبه كثيرا نجمة البوب سيلينا غوميز التي تكبرها بعامين فقط. في حوار لها مع إحدى المجلات، قالت إريكا: منذ كان عمري 15 عاما والكل يعتقد أني سيلينا غوميز، وأنا لم أكن أعلم من تكون حتى شاهدتها في التلفاز عندما غنت في المكسيك في حفل خيري للأطفال، وقلت في نفسي: يا إلهي، هناك شبه كبير بيننا. كما أكدت أنه عندما بدأ كل من حولها يلاحظ الشبه بينها وبين سيلينا غوميز، بدأت في الاهتمام أكثر بنفسها وبجمالها، وأصبحت تتابع سيلينا دائما، وأصبحت قدوتها في الحياة. تقول إيريكا: سيلينا غوميز جميلة جدا، طموحة وقوية، فهي رغم كل ما عانته من مرض الدابة، الكارهين، الإشاعات، فهي لازالت ترسم الابتسامة على وجهها. أنا لم يسبق لي أن التقيتها. وأضافت إريكا أنها يلزمها ساعة لوضع المكياج وزينتها، وأن الشبه بينها وبين سيلينا غوميز الأصلية هو ما جعلها تتغلب على خجلها في الحياة، وأصبحت تكون عدة صداقات حول العالم. إريكا الآن تملك أكثر من 18,000 متابع على حسابها الشخصي في الإنستغرام، ويرجع هذا للشبه الكبير بينها وبين سيلينا. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك على القناة، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسوا التفاعل معنا في المنتدى، نحبكم.